بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بسكشن 5 statement of cash flow، قائمة التدفق النقدي. طبعا دائما احنا بنشوف المقدمة اللي هي مكونات الشابتر. الآن احنا برقم 5 statement of cash flow. طبعا البارت 1 2020، وبالتالي الوحدة برضو احنا ما زلنا في الوحدة الأولى يونت 1. الستيتمنت اوف كاش فلو اوفر فيو. The primary purpose of statement of cash flow is to provide relevant information. إذا الهدف الرئيسي لنقدم معلومات ذات علاقة بالشركة أو لها علاقة بالشركة. About the cash receipts، المقبوضات النقدية، and cash payments، المدفوعات النقدية خلال فترة مالية خاصة بتكون سنة أو الـ operating cycle whichever is longer during the period. طبعا احنا عادة إذا أمامنا فرصة إنه نجيب الـ statement of cash flow اللي بالكتاب، هيها مكونات operating activities و investing activities و financing activities، وراح نيجي للتفاصيل. To achieve this purpose، مشان نعطي خلينا نسميه الهدف أو ننجز ذلك الهدف، the statement should provide information about cash inflows. لازم تقدم بيانات القائمة هاي عن التدفق الداخل والتدفق الخارج and outflows from، من مصادر ثلاثة: operating اللي هو التشغيلي خلال السنة، وinvesting اللي هو الاستثماري، وفاينانسينج اللي هو التمويلي، الأنشطة المختلفة of an entity. This is the accepted order of presentation. إذا الترتيب operating, investing and financing. The statement of cash flows should help users assess the entity ability to generate positive future net cash flow. إذا هذه الستيتمنت بتعطي المستخدمين مؤشرات على قدرة الشركة على توليد النقدية أو استحداث، أو شوفوا مكتوب generate يعني توليد positive future net cash flow، يعني توليد نقدية، بس طبعا لازم تكون موجبة. مش معقول احنا نجيب نقدية 10,000 وندفع 12,000، لازم تكون من الاوبريشن تكون موجبة بشكل عام، اللي هي liquidity، سيولة، its ability to meet obligations، وكمان قدرة الشركة على سداد الالتزامات بتاعتها، اللي هي بين قوسين solvency، سواء كانت الالتزامات قصيرة الأجل أم طويلة الأجل، and its financial flexibility، والمرونة اللي هي المالية في الشركة، بحيث أنها تقدر تدبر أمورها المالية إما من الكرنت أسيتس أو من تسهيل بعض الأصول دون التأثير على عمليات الشركة التي وجدت من أجلها. The statement of cash flows، بالله لو سمحتوا تعطوني فيدباك عن عملية الشرح، لأنه somebody told me today عن الفيديو اللي طلع رقم 4 إنه ما فيهوش توضيح مناسب زي ما كان اللي قبليه. فبليز، قد أكون إني كنت مستعجل، يمكن، ما أدري، لكن بليز اعملوا لي فيدباك إنه الشرح مناسب، الشرح طويل، الشرح ممل، الشرح مختصر. بليز ساعدونا مشان نكمل مع بعض إن شاء الله، بأنه يعني على أساس أنه نعمل لكم ساتسفاكشن، بحيث أنه الطالب شو يضيع ساعة على الفيديو وعلى الفاضي ما يستفيدش من هالمعلومات اللي شرحت. فزي ما بقول أعطوني عيوبي بحيث أني أصلح الموضوع للمستقبل. The statement of cash flows explains the change in cash and cash equivalents. وانتوا عارفين التغير في النقدية وما يشبه النقدية. الإكويفالنس يعني أي أصل من الأصول قابل للسيولة
وللتسهيل بسرعة بدون أي معوقات. إذا هذه بيسموها كاش equivalency during the period، خلال الفترة. It recancels the period beginning balance of cash and cash equivalents with the ending balance. إذا هي عم تعمل مطابقة بين رصيد أول المدة ورصيد آخر المدة. هلا أشوف عندي هنا هون من الكتاب هذه الكاش and cash equivalents at the beginning of the year 6000، وضافوا عليها الكاش اللي تولدت من خلال الاوبريشن ومن خلال الانفستمنتس ومن خلال الفاينانسينج، النتيجة 24 ضافوها للستة صار 30. إذا ال 30 هذا لازم نلاقي الرقم هذا بحساباتنا بالبنوك، بحساباتنا بالبيتي كاش، بحساباتنا بصندوق. المهم at the end of the period لازم يكون عندي 30,000، ونعمل المطابقات من خلال ايش؟ الستيتمنت اوف كاش فلو. It recancels the periodic or periods beginning balance of cash and cash equivalents with the ending balance. هي beginning balance 1-1 with the ending balance بإضافة ال 24,000 إلى 6 بصير عندنا 30. وإذا حبينا إنه نشوف هيها الـ statement of cash flow، هيها أرصدة أول المدة، فين هنا؟ هيها أرصدة أول المدة وضافوا لها النتيجة تبعت خلال العمليات اللي هي الأوبريشنز والإنفستينج والفاينانسينج، النتيجة هيها 1489. بيضيفوا لها اللي هو البيجينينج 17، أوكي؟ بصير عندنا هنا شو كمان هنا؟ كاش أند إيكويفالنت جانيوري 1، وعندي كمان هنا نت انكريز ديكريز ان كاش اند كاش ايكويفالنس، بيطلع عندي النتيجه اللي هي جايه من هون، هاي العمليات هيها جايه من هون. اذا هذا بدايه المده وهذه نتيجه العمليات الثلاثه، يعني بمعنى العمليات كلها بما فيها الاوبريشن وبما فيها الانفستمنتس وبما فيها الفاينانسينج، طلعت بنتيجه انه الكاش ناقص من اول السنه لا خلال العمليات خلال الفتره قصدي 1489. بنحط هذا الكاش مع بيجينينج بصير عندنا الاندينج كاش 15689. يعني هذه هي الافكار اللي احنا بدنا نكملها ونناقش فيها فيما يخص الستيتمنت اوف كاش افلو. طيب طبعا هاي الابندكس احنا فرجيناكو صفحه 690، هيها هي نفسها الابندكس موجود القائمه في الكتاب. Operating activities. الآن الكاش from operations. شو يعني الـ operating activities؟ Are all transactions and other events that are not financing or investing. أي حركة ما لهاش علاقة لا بالinvestments ولا بالتمويل الفاينانسينج هي تعتبر operating. Cash flow from operating activities are primarily derived from principal revenue producing activities of the entity. إذا منين بيجي هذا from operation؟ من الريفينيو. يعني أنا بالكلام المختصر كل عناصر الانكم ستيتمنت لها علاقة في الكاش from operation. They generally result from transaction and other events that enter into the determination of net income. يعني أي عنصر من عناصر قائمة الدخل فهو له علاقة بالoperating activities. The following are، إذن الريفينيو له علاقة والاكسبنسز والكوست اوف سيلز والى اخره كله له علاقه في، والادمنستريتيف اكسبنسز والسيلينج اكسبنسز والديبريشن كله له علاقه في قضيه ايه؟ في قضيه انه بنصل الى النت انكم. اذا كل شيء جاي من الاوبريشن هذا يعتبر كاش فروم اوبريشن. The following are example of cash inflow from operating. ماذا ياتينا كاش انفلو؟ انفلو جاينا يعني داخل علينا. Cash received from the sale of goods. بعنا بضاعه جاتنا فلوس. أو services قدمنا خدمات إجتنا فلوس. شو شاملا including collections of account receivable بما فيه التحصيل، لأنه مش دائما بنبيع كاش، بنبيع أحيانا على الحساب ولازم نبيع على الحساب لأنه ما بنقدر ننافس بالسوق إلا إذا بعنا أحيانا على الحساب، بس بدنا نحصل هذه المبالغ. كمان cash received from royalties حقوق امتيازات، مرات بالمطار بأجروا كشك معين، fees رسوم كوميشن عمولات and other revenue، هذا كمان بده يجيب لنا كاش.
إذا هذا الريفينيو الحقيقي الرئيسي، وهذا كمان others، وكاش ريسيفد ان ذا ريسيفد ان ذا فورم اوف انترست اور ديفيدنس. كمان في عندنا مرات فوائد، حطينا فلوس بالبنك بيجينا فوائد، وكمان في عندنا مستثمرين باسهم شركات اخرى بيجينا ديفيدنس. اذا هذا كله كاش، هذا كله بيظهر بالانكم ستيتمنت. طيب The following are examples of cash outflow. Outflow from operating activities. The cash payment to suppliers for goods and services. إذا أي سداد للبضاعة والخدمات التي تقدم لنا. Cash payment to employees. رواتب الموظفين. وأي ما أي حكم أي, أي كل ما هو في حكم الرواتب، مش بس الرواتب، والبدلات والتأمين الصحي والأمور هذه. Cash payment to government of taxes. ضرائب. Cash out. Duties. خلنا نسميها رسوم معينة. زي جمارك نفترض. واجبات. حقوق. Fines. غرامات. And other fees or penalties. برضو غرامات ورسوم معينة. ندفعها للخارج فهي cash out. Payments of interest on debt. أخذنا قرض دفعنا عليه فوائد. إذن هذا كله cash out. The two acceptable methods of presentation of cash flow from operating activities are the direct and indirect method. إذا تعرض الكاش فلو ستيتمنت بطريقتين، طريقة الدايركت وطريقة الاندايركت. طبعا حنيجيها. The only difference between these two methods is their presentation of net cash flow from operating activities. إذا ما يختلف بين هاتين الطريقتين هي أسلوب العرض اللي هي الاوبريتنج اكتيفيتيز. خلينا نشوف ذا توتال كاش فلو فروم اوبريتنج انفستنج اند فاينانسنج ار ذا سيم ريجاردليس اوف ويتش ميثود از يوز. يعني استخدمنا الاندايركت ميثود او الدايركت ميثود حيكون الترتيب اوبريتنج وانفستنج اند فاينانسنج زي ما شفناها قبل شوي. السي ام اي اكزام ريكوايرز كانديديتس تو نو هاو تو بريبير ذا ستيتمنت اوف كاش فلو يوزينج ذا اندايركت ميثود. إذا مطلوب بالسي ام اي الاندايركت ميثود، والجاب الامريكي كمان بطلب الاندايركت ميثود. ممنوع تطلع الشركه اللي هي تطلع الدايركت، اذا طلعتها اهلا وسهلا، بس لازم تحط الاندايركت ميثود مشان الاكسترنال يوزرز. طبعا الاندايركت ميثود تبدا بالنت انكم حبر على ورق، وبعدين تصل الى الكاش at the end of the period. الاندايركت ميثود تبدا برصيد الكاش at the beginning of the period وبتتحرك وبتصير تصل الى الكاش at the end of the period. هذه هم الطريقتين. حنشوف الان التفاصيل. Investing. الانفستنج شو هي؟ الاستثمارات. Cash flows from investing activities represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flow. إذا احنا نستثمر، شو معناته؟ نشتري آلية، نشتري خط إنتاجي، نشتري قطعة أرض، نشتري بناية، نشتري شقة. إذا شو؟ هذه اللي بنشتريها resources هدفها أو هدفنا منها إنها تجيب لنا income بالمستقبل وكاش فلو. The following are examples of cash outflow and inflow from investing. يعني في عندنا out وفي عندنا in. Cash payments to acquire cash receipts from the sale of a property. دفعنا فلوس على البروبرتي. إذا شو؟ الكاش طلعت، عملنا investments. على البلانت نفس الشيء، على الإكويبمنت نفس الشيء، intangible assets نفس الشيء، and other long lived assets. كلها أصول طويلة الأجل ندفع عليها، بنستثمر مشان يجينا منها فلوس. إذا هاي cash out. Cash payment to acquire cash receipts from sale of and maturity of equity. إذا دفعنا من أجل إيه؟ من أجل إنه نحصل على أسهم أو نصل على سندات. سندات. Cash payment to acquire. نحصل على سندات. السندات شو بيجيب لنا؟ interest later on. Instrument of the other entity for investing purpose. إذا بنحط فلوسنا بالأسهم تبع الشركات مشان يجينا dividends. بنحط فلوسنا بالبونز تبعت الشركات مشان يجينا interest. Cash advances and loans made to other parties. إذا هذه كله outside. Cash received from repayment of advances and loans are made to other parties. إذا هذه advances and loans made to other parties. قدمنا قرض لحد بده يعطينا فائدة. قدمنا حطينا فلوسنا بالبنك بدنا ناخذ فائدة. وهكذا. طولنا بالنا على إيه؟ على المشتري.
بدل ما يدفع بشهرين وثلاث وقعناه على كمبيال وحطينا عليه فائده. اذا هذه بعدين حتيجينا، ها دفعنا الان فلوس بعدين ليتر اون حتيجينا ريبيمنت، سداد من خلال شو؟ من خلال ايه؟ من خلال فوائد معينه من الاذر بارتيز. طيب هذه الانفستنج انتهت. اذا في شيء كاش اوت لما بندفع، وبيجينا كاش ان لما بيجينا عائد منها او من بيعها، من بيعها مرات مشتري الاصل وبنبيعه. اذا هذا كلياته كاش اوت وكاش ان، بالمقابل كله انفستنج. فاينانسنج اكتيفيتيز، تمويل. كاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز جنرالي انفولف ذا كاش افكتس of transaction and other events that relate to the issuance. شو يعني؟ ها issuance, settlement or reacquisition of the entity debt and equity instruments. يعني أصدرنا أسهم أخذنا فلوس، صاروا عندنا مساهمين. أصدرنا سندات أخذنا فلوس، ها issuance إصدار سندات. أو settlement or reacquisition of the entity debt. شو يعني؟ انه احنا نعمل فاينانسينج تمويل، انه احنا نستطيع انه اول شيء نصدر اسهم، نصدر سندات، او نعمل تسويات معينه بحيث انه احنا وكاننا نستثمر وكاننا نحصل على تمويل، سيتلمنت، ناتي بفلوس من الخارج، المصدر تبعنا كله فلوس، اور ري اكوزيشن اوف ذا انتيتي ديبت اور انتيتيز ديبت اند ايكويتي انسترومنت، اللي هي عملية إعادة الحصول على أسهم الشركة. تمام؟ هاي فاينانسينج. طبعا فيها كاش أوت وفيها كاش إن، فيها كاش إن وفيها كاش أوت. The following are examples of cash in from financing. Cash proceed from issuing share، أصدرنا أسهم، إجانا فلوس. And other equity instrument obtaining resources from owners. إذا شو معناته؟ other equity instrument زي الـ preferred stock، زي الـ common stock، زي الـ bonds. طبعا الـ bonds تعتبر debt. cash proceed from issuing loans، هيا الـ bonds هون، notes، bonds and other. إذا اقترضنا، إجتنا تمويل، إجانا تمويل، بس وقعنا على ورق، وقعنا على ورق أو أصدرنا bonds، وقعنا على كمبيالات، وقعنا على ورق مشان البنك لقرض وشروط القرض لازم توقع وتجيب كفلة وكذا إلى آخره. إذا هذه تعتبر شو؟ تعتبر cash in. هنا the following are examples of cash outflow from financing. الـ outflow cash repayments of amount borrowed، أخذنا فلوس رجعناها. payments of cash dividends، شو يعني؟ إحنا أصدرنا أسهم ودفعنا لهم حملة الأسهم ديفيدنز. إذا هذا يعتبر شو؟ يعتبر نوع من أنواع الفاينانسينج بس كاش أوت فلو. كاش بيمنت تو أكوير أور ريديم ذا إنتيتي أون شيرز، شو يعني؟ إنه هنا كاش أوت فلو، إنه استدعينا أسهمنا أو سنداتنا، طبعا مش الأسهم، السندات أو البريفيرد ستوك، استدعيناها وبالتالي دفعنا ثمنها، خلاص ما بدنا البنز تظلها موجودة ندفع عليها فوائد، نستدعيها، بكون بالعقد موجود هذا الكلام. ما بصير تستدعي بدون ما يكون بالعقد، والانفستر اللي هو عندك دافع فلوسه يكون على علم بهكذا شروط لهكذا عقد. تمام؟ إذا كمان شغلة، بإمكاننا نشتري أسهمنا والفلوس تطلع من عندنا، أسهم حالنا كمان. إذا هذا بسموه كاش أوت فلو. كاش بيمنت باي ليزي for reduction of the outstanding liability. شو يلي زي؟ هلا واحد ماخذ شقة وبالتالي على مدة 30 سنة وراح عجل بالدفع ودفع مبلغ معين، إذا هذا اللي زي المستأجر دفع مبلغ معين، مشان يقلل من الليابيليتي أو يقلل من الانترست أو هيك شيء. To finance or operating lease. نفس القصة، إذا ماخذ عقد لأوبريتنج ليز كمان بدك تدفع مبلغ، وبالتالي هذا يعتبر كاش أوت فلو، يعتبر من مصدر من نوعية الفاينانسينج اكتيفيتيز. ميجر ستيتمنت اوف كاش فلو نوتس ديسكلوجر، كمان بدك تعرض برضه ديسكلوجر عن الكاش فلو.
يعني بدك تعمل، انتوا عارفين القوائم المالية بلس از ذا نوتس ذير تو بلس information about all non-cash investing and financing activities, investing and financing activities that affect recognized assets or liabilities but not cash flow must be disclosed in the notes. يعني مرات بنكون احنا بدلنا عقار من عندنا باسهم، فالاسهم يعني اشترينا اسهم بدالها، او انه اخذنا عقار من somebody واعطينا اسهم. إذا هذه حركات المفروض مقابلها في كاش، لكن هنا بيقول إنه الحركة هاي ما فيها كاش، بدلنا سيارة مظبوط مقابل مثلا أعطينا 10,000 سهم لواحد من اللي صاحب السيارة اللي نحن بحاجة للسيارة. إذا هنا ما في كاش، هذه لازم تعمل لها ديسكلوجر. The following are example of non-cash اسمها investing or financing activities. Conversion of debt to equity. شو يعني debt to equity؟ كان علينا سندات وقلنا بدنا نحول السندات الى ايه؟ الى راس الى اسهم. ما في كاش. لم تسدد السندات ولم تصدر الاسهم، وانما الحركه ما فيها كاش، لا ان ولا اوت. اذا هذه لازم تعمل لها ديسكلوجر. Acquisition of assets either by assuming directly related liabilities. حصلنا على سياره وصار علينا دين معين بس ما في حركه كاش. Or by lease recognition of a finance or operating lease. أو إنه الشقة بدنا نبيعها، رحنا أخذنا عليها قرض من البنك. طبعاً هون القرض فيه فلوس، بس القصد هون recognition of financing or operating lease acquisition either by liabilities. إذا بمعنى إنه قدمنا عقار مقابل liabilities، أو اشترينا عقار مقابل liabilities. إذا هذه الأمور ما لها علاقة بالكاش. إذا الكاش from financing ولا investing zero. Exchange of non-cash assets or liability for another. ها. Assets مقابل for another مقابل بس non-cash ما في حركة. إذا هاي الأمور كلها لازم نعمل لها نحط لها disclosure بالنوت. طيب نرجع للإندايركت ميثود اللي قلنا لها انها تبدا بالنت انكم. إندايركت ميثود اوف بريزنتنج اوبريتنج كاش فلوز إندايركت اندر إندايركت ميثود اولسو كولد ذا ريكونسيليشن ميثود، لها اسم ثاني اللي هي ريكونسيليشن ميثود. ذا نت كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز از ديتيرمايند باي ادجستنج ذا نت انكم اوف ا بزنس فور ذا افكتد ذا افكت اوف ذا فولوينج. اذا نبدا بالنت انكم ومنكمل الحركات الأخرى اللي هي شو؟ non-cash revenue and expenses that were included in net income. طبعا النت انكم قائمة الدخل العادية بيكون في عندنا في أرقام داخلة بس ما لها أثر نقدي، الآن بدنا نعمل لها تعديل non-cash revenue or expenses. يعني زي depreciation. depreciation كان مطروح من النت انكم من الانكم حتى وصلنا نت انكم، هذا الديبريشيشن ليس له اثر نقدي، بنرجع نضيفه. اذا ما طرح يضاف وما اضيف يطرح اذا لم يكن له اثرا نقديا. such as depreciation, amortization, impairment losses حنيجيها later on بشباتر اخرى chapter 2 3 and distributed earnings of equity method investments and amortization of discount and premium on bonds. كل هذه الحركات لها أثر على الإنكم لكنها ليس لها حركة نقدية، ما فيها حركة نقدية، عبارة عن adjustments، عبارة عن قيود جردية. إذا شو بنعمل؟ بنرجع نضيفها. Items included in net income whose cash effects relate to investing or financing cash flow such as gain or losses on sale of property. بعنا قطعة أرض أو بعنا سيارة وربحنا عليها، هذا الربح يعتبر شو؟ حبر على ورق بنزل على قائمة الدخل وبرفع الانكم. بدنا نرجع نطرحه. And equipment related to investing activity. طبعا الاكويبمنت انفستمنت. إذا هذه بنحطها مع الانفستمنت. And gain or losses to an extinguishment of debt related to financing activities. إذا شو معناته؟ إنه إحنا علينا دين معين وتصالحنا على ذلك الدين وحصلنا إما إنه عملنا جين من هذه المصالحة
أو إنه عملنا خسارة، وبالتالي هذا الجين والخسارة بيأثر على الإنكم فوق بقائمة الدخل، بيطلع لنا نت إنكم إما بالزيادة أو بالنقصان. إذا كان هذا الأمر قد حصل فلازم أعمل، إذا أضفناه بنعمله باك بنطرحه، وإذا طرحناه بنعمل إضافة وبنجمعه للنت إنكم، وحنشوف بعد شوي. All deferrals of past operating cash flow such as changes during in period inventory and deferred income. أي أرقام كانت deferred يعني prepaid expenses أو revenue received in advance، هذه الأمور ها كل ما استلمت سابقا، استلمت قبل سنتين، الآن نعملها تعديلات على مين؟ على الانكم، عم بيزيد الانكم ريفينيو ريسيفد ان ادفانس، قدمنا خدمات ما جانا كاش خلال هذه الفترة، إذا الآن بعمل لها تعديل، فما زاد بالانكم بطرحه وما نقص من الانكم بضيفه، لأنه ليس له أثرا نقديا للديفيرنس. All accruals of expected future operating cash flow such as changes during the period in account receivable and accounts payable. Accruals على الأكونت ريسيفبل، كان عندنا 100,000 مثلا، ال100,000 صار عندي 150,000، شو معناته؟ كيف صار عندي 150؟ معناته هذا بيأثر على الكاش، لأنه زيادة الاي ار بيؤدي إلى نقصان الكاش، لأنه الاي ار والكاش يعتبروا حساب أسيت، فزيادة أصل من الأصول على حساب الكاش بطرح بنطرحه من الكاش، ونقصان الأصل بيزيد الكاش. إذا هذه اللي هي الأكروال اللي هي بتخص الأكونت ريسيفبل أند أكونت بيبل. هلا عندنا اكونتس بيبل كان قيمته 100 صار 150، شو معناته؟ ليش زاد؟ لانه اخذنا قرض من الفلوس، يعني الفلوس هاي بتزيد الكاش، فهي الامور يجب ان تؤخذ بالاعتبار. نوت ذا نت انكم فور ذا بيريد از ات از ريبورتد ان ذا انكم ستيتمنت واز كالكوليتد يوزنج ذا اكروال ميثود اوف اكاونتنج. طبعا من النت انكم بيطلع من الاكروال لانه ما في استخدام للكاش بيسز. Therefore, adjustments must be made to reach the amount of cash flow from operating activities. وحنشوف طبعا هذه التعديلات يجب أن تعمل. ليش؟ لأنه إحنا بنشتغل على نت إنكم حبر على ورق، وبالتالي هذا النت إنكم لا يساوي الكاش، لا يساوي الكاش فروم إنكم، لا يتطابق النت إنكم مع الأوبريتنج إنكم، وبالتالي لازم نعمل تعديلات حتى نصل إلى رقم متطابق. طيب. The reconciliation of net income to net cash flow from operating activities. فلازم نصل من النت income فوق وننزل فيه حتى نصل ايش الكاش from operating activities. Must disclose all major classes of reconciling items. لازم نحط كل العناصر. At minimum this disclosure reports changes in account receivable. لازم تحط قديش زاد ونقص، قديش اثر على الكاش والaccounts payable، تمام، والinventories، لانهم هذول كلياتهم لهم علاقه وين؟ بالاوبريتنج اكتيفيتيز، لانهم العلاقه بالانكم ستيتمنت، الاكونت ريسيفبل والاكونت بيبل، اشترينا على حساب بضاعه والبضاعه دخلت بالمخازن وبعنا البضاعه، قصه من هالنوع هذه. اذا هذه المعلومات راح ندخل من خلالها على هالمثال حتى نوضح الفكره تبعت الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. ستيتمنت اوف كاش فلو اندايركت ميثود. اندايركت ميثود شو معناته؟ تبدا بالنت انكم. طبعا هون معطينا معلومات، معطينا معلومات انفنتوري كوست كذا وسولد فور كذا وذ 13 اند كريدت اند 1000 كاش، كاش كولكتد اون كريدت سيلز تو كاستمرز واز 12000، انفنتوري واز بيرتشيز فور بيشوب بيد كذا تو سبلايرز. شو بعطينا؟ بعطينا سيلز، قائمة الدخل، كوست اوف سيلز، والنت انكم. هذا هو اللي حنبدا بيه، اشارة حمراء سهم احمر، اللي هو بالايه؟ بالاندايركت ميثود، هذا اللي راح نبدا فيه. طبعا هون معطينا البالانس شيت في 31/12 الير 1، 31/12 يير 1 وهذه يير 2 وهذه يير 1 وهذه يير 2. هذه كل المعلومات بتساعدنا على استخراج الكاش اللي هي from operation. شوف اول شيء بنبدا بالنت انكم، هاي النت انكم 5000 منين جبناها؟ من قائمه الدخل، هذه بسموها الاندايركت ميثود. بعد ذلك نذهب الى عناصر الاكونت ريسيفبل، ارجع للاكونت ريسيفبل، هاي الاكونت ريسيفبل هاي كانت 6 صارت 7، شو يعني؟ يعني دينا الناس،
حساب مين يدين للناس؟ حساب الكاش. فزاد الاي ار لانه من عيله الكاش زاد. هلا لما بتيجي على كفه الميزان وبتزيد رقم، بتزيد وزنه، بدك تشيل وزنه ثانيه بكفه واحده حتى تتعادل، ظل الميزان متعادل. اذا بالاسيتس يزيد اصل من الاصول في الاسيتس، اذا الكاش بده ينقص. اذا هيو الاي ار من 6 الى 7 زاد، معناته الكاش نقص ب 1000. هيو 6 ل 7 هيو 1000 ناقص، الكاش نقص 1000. بنروح على مين؟ على الانفنتوري. هاي الانفنتوري 14 صار 11، يا سلام، معناته بايعين وجاي لنا كاش، بايعين وجانا كاش. اذا شو معناته هون؟ الفرق بيناتهم 2500، معناته جانا كاش. اذا هذه قيمه الكاش، هيها الله اكبر 2500 زاد. لاحظ هون نقص بالاي ار، هون زاد. بتروح وين؟ بتروح يا سيدي العزيز على الاكونتس بيبل. هي الاكونتس بيبل كان 5 صار 3، كان علينا 5 صار 3، معناته سددنا، معناته الكاش نقص، سددنا معناته الكاش نقص، تمام. اذا هيو نقص ب 2000. اذا نتيجه زائد ناقص هذه بنجمعهم مع بعض بيطلع 500 ناقص لكل الاوبريشنز 500. طيب ورصيد اول المده 5000 ناقص 500، بصير عندنا نت كاش بروفايدد باي اوبريتنج اكتيفيتيز 4500. لاحظ سميناها اوبريتنج لانه كل العمليات اللي كانت جوا ها لها علاقه بالاوبريتنج بطريقه او باخرى. اذا بنيجي بنقول قديش الكاش ات ذا بينج اوف ذا بيريود، هيها منين بجيبها؟ من البالانس شيت. هيها 10000، وين البالانس شيت؟ هيها 10000، هذه يير اند، يعني بدايه اليير 2 ال 10000، تمام. هيها بحط ال 4500 مع ال 10 بصيروا 14500، اللي هو رصيد الكاش ات ذا اند اوف ذا يير. رصيد الكاش ات ذا اند اوف ذا يير 14500. مسألة ممتازة وسهلة ومفيدة جدا. طبعا الآن بده يشرح اللي أنا شرحته هون. Explanation: The amount of account receivable increase. شو يعني increase؟ لأنه إحنا زدنا، هاي زدنا من 7 إلى من 6 إلى 7. Increase during by 1000. شو معناته؟ يتضمن ذلك أننا دفعنا فلوس وجبنا بضاعة ودينا الناس. Implying that cash collected collections were less than a credit sales. طيب the net income for the period is an accrual accounting amount. طبعا على الاكرول بنشتغل. increase in account receivable during the period must be subtracted from the net income to determine the cash flow from operating activities. زي ما شرحت لكم احسن من شرح الكتاب، انه تطلع الاي ار مع الكاش عيله واحده، زاد الاي ار بنقص الكاش، نقص الاي ار بزيد الكاش، بكفه ميزان واحده. بتتذكروا قضيه الاسيتس بالبالانس شيت تساوي ليابيليتيز اند ايكويتي، اذا جبهه واحده، جهه واحده. الانفنتوري نفس الشيء، ديكريز 2500 implying that purchases were less than the amount of cost of goods sold. It must be added to net income to determine the cash flow from operating activities. اذا هذا الامر أنا برأيي افهمها بالطريقة الأخرى، إنه الانفنتوري نقص معناته الكاش زاد. أكاونتس بيبل ديكريز ب 2000، شو معناته؟ معناته شو؟ معناته الكاش ديكريز ب 2000، لأنه كيف بده يزيد ينقص الدين اللي علي؟ بدي أسدده، إذا الكاش نقص ب 2000 تو بي سبتراكتد، خلينا نسميها فروم نت إنكم، إذا هذه النتيجة حتى تطلع معانا، بمعنى إنه الشرح تبعي أنا بفضله على قضية الكتابة، ومش غلط إنك أنت تقرأ الكتابة وتحاول تنسق بين ما هو مكتوب ما هو مشروع. The following rules will help reconcile net income to net cash flow from operating activities under the indirect method. Increase in current operating liabilities شو بيزيد؟ to be added back، added للنت income، يعني زاد الكاش. Liability زادت بيزيد الكاش لأنه جبنا فلوس. Decrease in current operating assets اللي هي شو؟ اللي هي الـ AR ولا الـ inventory. نقصت، شو معناته؟ زاد الكاش، add، هيو زاد للنت income. Increase in current operating increase، زاد الـ operating يعني شو؟ زاد الـ AR، شو منين جبنا الفلوس؟ معناته حساب الكاش، راح اشترينا ودينا وكذا. إذا subtracted from،
وهنا decrease in current operating liabilities. هيها عكس increase in current operating liabilities. decrease معناته ايه؟ معناته سددنا كاش، وهنا زادت فزاد الكاش. هذه انا برايي تاخذ الطريقه اللي انا بشرحها. statement of cash flow indirect method برضو مثال نفس الفكره، بس هنا بالمثال حاطط امور اوسع من السؤال اللي سبق. الفكره شو؟ نت انكم 14500، ريفينيو ديبريشيشن وانترست اكسبنس وجين اون ماشين كذا، هذول مشان يوسع مجال المعلومه حتى انك تاخذها جرعه جرعه. اخذناها بواحد 11 والان حناخذها بواحد 12، ومش حدخل انا بهون بالتفاصيل، وانما هاي الفكره. قلنا بناخذ الرقم هذا وبنحطه وين عندنا هون؟ طبعا هاي البالانس شيت عادي، هاي 1 وهاي 2، هاي 1 وهاي 2، هاي 1 وهاي 2، الاسيتس واللايبيلتي والاونر ايكويتي، تمام؟ الان قلنا النت انكم شو سموها اسمها؟ اندايركت ميثود. هاي النت انكم جبناها من وين؟ من النت انكم هايها. وبعد ذلك تبدا شو؟ ديبريشيشن اكسبنس. قلنا الديبريشيشن اكسبنس هو رقم طرح من النت انكم ليس له اثرا نقديا، فما طرح يضاف. هايو يضاف. جين اون سيل اوف ماشين، طبعا اذا بدك تدخل بالتفاصيل هايها هون موجود المعلومات. شوف اون ديسمبر كذا اي ماشين واز سولد فور 47 كذا، اذا هذه الماشين sold for 47. The machine was acquired at January 1st year 1 for 50,000. It is useful life 10 years with a salvage, no salvage value and its depreciation using straight line. بدك تعمل لها depreciation لأنه احنا بنحكي عن January 1 وهنا بنحكي عن ايش؟ عن year 2، يعني سنتين استهلكت. 50 على 10 فيها 5 5 يعني 50 5 5000 في 2 ب 10 راح عليها accumulated. اذا النت بوك فاليو قديش؟ 40. اذا قديش هي ربحانه؟ 7. وهكذا. شوف هيا gain on machine 7. هذا الذي اضيف ليس له اثرا نقديا يطرح، والذي طرح ليس له اثرا نقديا يضاف. هاي الفكره. هيا اذا بنيجي على الجين، هاي طرحنا وهذا كان مطروح أضفنا وهذا كان مضاف طرحنا، مشان نطابق بين النت انكم نصل للكاش at the end of the period، تمام؟ وبعدين total adjustments بين الخمسة والسبعة 2000. الألفين هذول بنزلوا مع الايش؟ مع الأربعة، بنطرح بيطلع على 14500 يصير 12500، تمام؟ cash flow from investing. هلا بالسؤال السابق ما كان عنده غير operating activities، ما كان عنده غير operating. هلا دخل ايش؟ الانفستنج. cash flow from investing activities proceed from sale of a machine 47,000. net cash provided by investing 47. ليه؟ لانه بعناها ب 47 للماشين، هيها 47,000، اذا بنحطها مع الانفستمنت، تمام؟ cash flow from financing repayment of loan، سددنا لون قرض علينا، هيو مكتوب هون. On December كذا 31 due on a loan principal plus accumulated interest was repaid. The time of the term of the loan was 1 year from December كذا. The annual interest was 5%. إذا شو معناته هون؟ معناته في عندك عليها فوائد. سوري. وهون لذلك تعامل مع ال 30,000 اللي هي سددها، وبالتالي على اساس انهاء الاصل تبعها فاينانسنج. نت كاش ايشود ان فاينانسنج اكتيفيتيز 30,000. اذا هذا يطرح وهذا يضاف وهذا الاصل موجب، بيطلعوا النتيجه تبعهم قديش؟ نت انكريز ان كاش 29,500. كاش ات بيجنينج اوف يير 10,000. منين جبناها؟ من البالانس شيت. هيها 10,000 لازم يطلع معي 39,500، وهذه مرات اللي بيعملها الاوديتر مشان يطابق اللي هي الكاش فلو ستيتمنت، ومرات الاوديتر بيصيروا يشدوا بشعرهم وهم يعملوا مطابقات حتى يصلوا على لهذا الرقم، تمام؟ طيب اذا هنا
الحكمة من هذا الرقم انه هون في عندي انترست اكسبنس 1500، شلناها من 30 31 1500 لانه ضرب 30 في 5% صارت هون 1500. اذا هون ليش طلعت 31؟ هي 30 بعد شوي مشان هون هي ليش حسبناها 30؟ مشان نميز بين البرنسبل الرقم الاصلي للقرض وبين الفوائد تبعته. هو سدد 31 و500 بس هي ال 30 لها علاقه بالفاينانسنج وبالتالي حط لنا اياها، وال 1500 لها علاقه عندنا هون بالانكم ستيتمنت، هيها اوريدي مطروحه وبالتالي ما لها دخل في قضيه تسديد القرض اللي هي الفاينانسنج. تمام؟ طيب طبعا حيقول لي اكسبلينيشن، من نقول له الاكسبلينيشن؟ ديبريشيشن اكسبنس ليس له اثرا نقديا، از نون كاش اكسبنس ليس له اثرا نقديا، يعني ما صرفناه كاش، انكلودد ان نت انكم. متى اشترينا السياره؟ زمان قبل سنتين حطينا كاش عليها، دخلت بالكاش فلو تبعت السنه الماضيه او اللي قبليها. ثس ات ماست بي ادد، ادد باك، لازم تقول ادد تو نت انكم تو ديتيرمين ذا نت كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. Gain on sale of a machine برضو نفس الاشي، is an item included in net income. Its cash effect is related to investing activities. لانه احنا بنعمل ايه؟ بنعمل investments. المشين اشتريناها استثمرنا وبعدين ردينا بعناها. Thus it must be subtracted from net income to determine the net cash flow from operating activities. اللي هي هيها هون، هذه أضيفت وهذه طرحت، اللي هي بالنسبة ل، طبعا هذه أضيفت بالنسبة للإنفستينج اللي هي المشين، وهذا بالنسبة للقرض. طبعا احنا عارفين هذا الكلام. المهم بالنهاية كما شرحت انك انت بدك تعمل تعديلات حتى تصل الى الرقم الذي يجب ان يطابق البالانس شيت. هيو ارجع البالانس شيت، هيو 39500. The following بيعطيك نتائج هلا. Result rules will help reconcile net income to net cash flow from operating activities under the indirect method. Non-cash losses and expenses included in net income ضيفها back. Depreciation. Losses and expenses whose cash effects are related to investing or financing. Added to net income، بس لازم تكون تحت الفاينانسينج او الانفستينج. Non cash gains and revenues included in net income subtracted from net income، لانه هذا gain زاد النت income بنرجع نطرحه، والاكسبنس اللي نقص النت income بس non cash، اي شيء non cash فلازم يا تضيفه اذا كان مطروح ويا تطرحه اذا كان مضاف. Gains or and revenue whose cash effects are related to investing or financing cash flow subtracted from net income. Gains to be subtracted لأنها أضيفت. برجع على الدايركت ميثود. دايركت ميثود طبعا مش مهمة لأنها أصلا مش مطلوبة لا بالجاب ولا بالسيامية. Direct method of presenting operating cash flow under the direct method. The entity presents a major classes of actual gross operating cash receipts and payments and their sum net cash flow from operating activities. At a minimum, the following must be presented. Cash collected from customers. يعني تبدأ بالbeginning cash وبتمشي بالحركات هذولا. أي إشي حصلناه من الكاستمرز. Interest and dividends received. Other operating cash received, if any. Cash paid, برضو. Cash out, يعني. Interest paid, cash out. Income tax paid, cash out. Other operating cash payments. إذن cash in, cash out. ورصيد أول المدة ويطلع رصيد آخر المدة. If the direct method is used, ما بتكفي للجاب, للإكسترنال يوزرز. The reconciliation of net income to net cash flow from operating activities, the operating section of the indirect method format must be provided in a separate schedule. لازم تحط ال indirect method فيما يخص ال operation. Most entities apply the indirect method because the reconciliation must be prepared regardless of the
ميثود تشوزنج. يعني ما دام هيك هيك بدك تعمل اندايركت ميثود، ما ليش تتعب حالك في الدايركت ميثود؟ ما انسى، ابدا بالاندايركت ميثود وخلص، وطلع نتائجك وخلي المحاسب القانوني يقول لك اوكي وانتهينا، لانه هاي مطلوبه حسب الجاب. ليميتيشنز، كل قائمه لها ليميتيشنز اوف ذا ستيتمنت اوف كاش فلو. يا حبيبي الكاش فلو ستيتمنت از نوت سفيشنت فور فوركاستنج بروفيتابيلتي. وجود الكاش عندك ما مؤشر على انك راح تربح، لانك انت بتشتغل على ايش؟ على على الاكروال بيسز. وفيرم از نون كاش ايتمز ار نوت انكلودد ان ذا كالكوليشن اوف كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. يعني اذا في عندك جينز كبير لكنه مش مسجل، يعني ما له اثر نقدي، هذا شلته بالكاش فلو، حرمت الشركه منه، ولازم يكون بالنت انكم. اذا الكاش فلو ما بتعطي مؤشرات طيبه للمستقبل على انه في عندك ربحيه او ستتوقع ربحيه معينه، لانها عم تختصر بعض الاحداث الضروريه لعمل المؤسسه، وبالتالي طبعا هذا يعني مضطرين يعملوا الكاش فلو مشان يعرفوا قديش عندهم كاش وقديش الشركه بتولد كاش وكذا، لكنها من الليميتيشنز تبعها انها لا تؤشر على الفيوتشر بروفيتابيلتي او فوركاستنج. الكاش فلو ستيتمنت مي نوت ريبريزنت ذا ترو ليكويد بوزيشن اوف ان انتيتي. ما بتعطي السيوله الصحيحه للشركه، الموقف الموقف الليكويديتي البوزيشن ليكويديتي بوزيشن فور ذا انتيتي. Hence, decision regarding large expenditures could be based on misconceived information when decision are based only on the statement of cash flow. هناك معلومات تفهم غلطا وتدرك بطريقة غير مناسبة إذا اعتمدنا على إعداد الكاش فلو ستيتمنت، ولا يعني بمعنى الكاش فلو ستيتمنت بتحجم بعض المفاهيم وبعض المعلومات الضرورية من أجل إيه؟ أن نتوقع أنه والله الشركة موقفها بالسيولة كذا أو بالأرباح المستقبلية كذا. لاحظ misconceived information، لا تفهم بشكل مناسب. إذا هذه واحدة من إيش؟ من أنه الكاش فلو may not represent the true liquid position of an entity، لانه الترو ليكويد بوزيشن اوف ان انتيتي بيعتمد على الربحيه، وبالتالي المعايير يلي بنطبقها في اعداد الكاش فلو ستيتمنت تحجم بعض المفاهيم فيما يخص قدره الشركه على توليد النقديه. This statement must be viewed in conjunction with other financials. اذا لازم تتطلع على البالانس شيت وتتطلع على الستيتمنت اوف اونر ايكويتي وتتطلع على النت انكم such as balance sheet and net income. طبعا البالانس شيت والنت انكم، لانه النت انكم بتؤدي الى الستيتمنت اوف اونر ايكويتي. اوكي، اذا هذا لا يؤثر او لا يؤشر او لا يتنبأ الكاش فلو بالبوزيشن تبع الليكويديتي تبع المستقبل. الان بقول لك الوضع سيء، بس بعد شهرين ثلاث بالسنه الجايه حنحصل الفلوس اللي احنا ما كناش محصلينها السنه هاي، بتحسن الكاش بوزيشن تبعنا او الليكويد بوزيشن. Information can be manipulated in the statement of cash flow. نقطة أخرى، إنه مرات بالكاش فلو في معلومات بصير يلعب بها، يتم التلاعب بها من قبل معدي القوائم المالية. أحيانا القوائم المالية تعد من قبل رئيس قسم الحسابات بالشركة بناء على تعليمات المدير المالي والتنسيق مع المدير العام، إنه يا عمي زبطونا الكاش فلو مشان على الأقل ناخذ قرض من البنك. إذا ممكن يتم التلاعب بها، مش البنك يعرف انه والله احنا قادرين ندفع. For instance, management can schedule vendor payments to occur after year. اذا اجلوا الدفع للدائنين مشان نظل عندهم شويه كاش. And to increase net cash flow reported on the statement of cash flow. اذا نماطل في الدفع للخارج من اجل ان نحتفظ بالكاش ونظهرها في البالانس شيت في 31/12 وامور اخرى مشان قروض معينه نحصل عليها من البنوك، نحاول انه نظهر الكاش تبعنا او الكاش بوزيشن تبعنا تبع الشركه بشكل ممتاز، ومن خلال ذلك الاظهار تتم مخالفات معينه في اصول المحاسبه والاخلاقيات تبعت الشركه. السؤال الاول 21، when preparing the statement of cash flows
Companies are required to report separately as operating cash flow all of the following except. Report separately as operating. Interest received on investments in bonds. هذه بتيجي بتدخل بالإنكم معناته operating. Interest paid on the company bonds. برضو interest expense. Cash collected from customers. دخلت بالإنكم statement لأنه الكاستمرز لهم علاقة بالoperation. Cash dividend paid on the company stock. لا فلوس دفعناها على هذا يعتبر توزيعات للأرباح. توزيعات للأرباح تدخلش بقائمة الدخل، إذا هي لها علاقة بإيش؟ بالفاينانسينج. ما دام كمباني ستوك معناته عملنا فاينانس ودفعنا عليه ديفيدند معناته لها علاقة بالفاينانسينج، إذا هذه ليست لها علاقة بالأوبريشن. دي All of the following should be classified under the operating section in the statement of cash flow except operating. Inventory لازم. Depreciation expense لازم. Decrease in prepaid insurance لازم. Purchase of land لا هذا investing. ما هياش operating. إذا دي غلط. إذا دي except لا تشملها المعلومة أو السؤال أو الحيثيات أو الoperating items. To be included in operation for cash flow or cash flow from operations. Then D. A company entered into the following transaction during the year. Purchase stock of 200,000. اشترينا purchase. شو معناته؟ نستثمر. Investing. Purchase electronic equipment for use in manufacturing floor of كذا for 300,000. استثمار. Investing. Paid dividends to shares of the company. Then هذا شو financing. The amount to be reported in the investing activity section of the company statement of cash flow should be إذا مجموع الثنتين 500,000. B. All of the following should be classified as investing activities in the statement of cash flows except. هذول لازم نحطوا بالinvestment investing activities. ما عدا cash out of flow to purchase manufacturing manufacturing equipment investments معناته investing cash inflow from the sale of bonds of other entities ها شو يعني لما اشترينا البونز عملنا investments اذا هذا ما لهوش علاقه هاي except ما لهوش هذا يعتبر investing إذا البونز لما استثمرنا في انفستنج احنا مستثمرين مشان يجينا انترست لكن بعناه برجع انفستنج كاش اوت فلو تو لندر فور انترست لندر دفعنا فوائد لمقرض ها هذه شو بتيجي اوبريتنج كاش ان فلو فروم سيل اوف مانيفاكتشرنج هذه انفستنج إذا الجواب سي اكسبت يعني سي باقي هذول كلهم انفستنج ما عدا سي تمام اذا هي سي to calculate cash flows using the indirect method which one of the following items must be added back to the net income added back اذا ما في غير depreciation expense added back لانه انطرحت قبل ما يطلع النت انكم ترجع تضيفها مشان تطلع النتائج مطابقه مع الكاش at the end of the period بين النت انكم اللي هي الindirect method اذا الجواب سي A company acquired land by assuming mortgage for the full acquisition cost. هاي بيسموها non-cash transaction. إذا حصلنا على أرض ورهنا يعني صرنا مديونين يعني مرهون الأرض يعني الأرض مش لنا بس هي إلنا بس عليها دين. This transaction should be disclosed on its statement of cash flow as what? ما في non-cash financing and investing. إذا الأرض investing والايه والمورتجيج فاينانسينج اذا الجواب دي بنكون خلصنا الفيديو رقم 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته